الحقيقة أعزائي المشاهدين أنا احترت في أمر جماعة الإخوة المسلمين والله، ومتهيألي الشعب المصري كله احتار زيي. حسني مبارك كان بيحكم مصر وكان ولي أمر، ما خرجوش فتوى وقالوا الخروج عليه غلط، طلعوا دلوقتي خرجوا فتوى وقالوا الخروج على المجلس العسكري غلط. ايه الموضوع؟ هما بيلعبوا نفس اللعبة اللي لعبوها مع عبد الناصر ولا ايه؟ اطمئنوا، انا بختلف معاهم سياسيا اختلاف تام، وبتفق معاهم دينيا اتفاق تام، يعني في ارضية مشتركة بيني وبينهم من حيث الدين، اما من حيث السياسة فأنا بقول وبأكد وسأستمر قائلا إلى أن يكتب الله أمرا كان مفعولا. هذه الجماعة أقيمت بغرض الدعوة في عام 1928، ثم من خلال العلاقات مع المخابرات الإنجليزية بدأت تمارس العمل السياسي. أنا ضد ممارستها للعمل السياسي تماما، لأن ولاية الفقيه لن تقام في مصر، مش أنا اللي بقول ده، حوالي 82 مليون مواطن مصري. إذا قلنا إن في أرضيات مشتركة ما بين الإخوان المسلمين وبعض الاتجاهات الإسلامية الأخرى حول ولاية الفقيه، فهنقول إن في 80 مليون مصري ضد ولاية الفقيه. الشيخ المحلاوي كفر الناس الليبراليين والناس اللي بيطالبوا بالدولة المدنية، كفرهم. أنا بقول له من أنت لكي تكفر مسلم؟ أنت مين عشان تكفر مسلم؟ أنت راجل مسلم زيك زي بقية الناس. كل اللي أنا بتذكره دلوقتي هو الرئيس الراحل أنور السادات، وبقول الله يرحمك يا أنور يا سادات. وانتوا فاكرين السادات في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب قال إيه على الشيخ المحلاوي تحديدا؟ طبعا أنا ضد الكلام اللي قاله الرئيس السادات على الشيخ المحلاوي تحديدا، ولكن أنا عايز أقول له يا ريت يا عم الشيخ المحلاوي تناظر حد سياسيا، ما هو برنامجك السياسي؟ ما هو برنامجك تجاه التغلب على مشاكل مصر الاقتصادية؟ ما هو برنامجك تجاه التغلب ومواجهة مشكلة البطالة وعدد من المشكلات الاجتماعية المزمنة التي أن منها الشعب المصري على مدار 30 عاما؟ هو فترة حكم لافاشكري، فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. أنا مش عارف، كل واحد دلوقتي بينام ويصحى يتخيل إنه زعيم سياسي. ربنا يكتر من زعمائنا السياسيين. أنا بدعيكم وبدعو حضراتكم جميعا إن أنتم تشوفوا هذه الحلقة، لأن هي أكثر شراسة من الحلقة التي أذيعت يوم السبت الماضي، وبها مستندات أكثر قوة من مستندات السبت الماضي. ما نشوف ده، احنا ولا كأننا في معركة قرود. والله، وكل ده علشان كرسي الحكم، خلوا بالكم، كل ده من أجل الوصول إلى كرسي الحكم.
أنا واحد من الناس اللي ممكن أكون مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، بقول على الملأ وعلى الهوى قدام كل اللي سمعني، ربنا ياخد كرسي الحكم. أنا أصبحت كاره بدرجة 100% لكرسي الحكم بسبب اللي أنا بشوفه من صراع ومن نهم غير عادي على السلطة. للأسف كل من يطلب السلطة والولاية لا يولى، وعلشان كده أنا كاره إن أنا أترشح لرئاسة الجمهورية، وكاره إن أنا أترشح لأي موقع سياسي، وكاره إن أنا أترشح لمقعد برلماني كمان. والله بقيت بكره الحاجات دي كره العمى والله، لأن الحقيقة نحن في وقت يعني التعفف عن هذه الأشياء قرار حكيم، ولكن الواحد يعيد التفكير. طيب لما كل الناس هتتعفف عن هذه الموضوعات، ستترك الساحة لمن يلهثون على الحكم، اللي عندهم استعداد يضحوا بعينيهم بس يقعدوا على كرسي. الله خرب بيت الكرسي، الله خرب بيت الكرسي اللي جايب للناس قلق في دماغها، دي حاجة غريبة. مهم، أخونا هشام الرباط حقيقة كان له تقرير من خلال الجمعية الأوروبية اللي عقدت مؤتمر دولي لأمراض القلب من مكتبة اسكندرية تحت رعاية رئيس الوزراء الذي لا يصلح عصام شرف. نشوف التقرير ونعود مرة أخرى.